بعد انهيار 3 بنوك أمريكية، ورغم تدخل الحكومة الأمريكية بضخ عشرات المليارات من الدولارات لاحتواء الأزمة، إلا أن الصناعة المصرفية الأمريكية ستعاني مرة أخرى من فقدان الثقة واستمرار حالة الذعر بين أصحاب الحسابات المصرفية. طبعا لتلافي هذه الأزمة يلجأ البعض إلى البحث عن بدائل استثمارية بخلاف الخدمات المصرفية، كالاستثمار في الذهب والعقارات. ما أن بدأ نزيف البنوك الأمريكية حتى انطلقت التكهنات بأن التاريخ يعيد نفسه، وأزمة 2008 على وشك أن تخيم أثارها على العالم أجمع قريبا. ففي أسبوع واحد أعلنت 3 بنوك أمريكية كبرى إفلاسها. فقد أعلنت السلطات الأمريكية الأحد 12 مارس 2023 إفلاس بنك سيجنتشر، بعد أن أعلنت إفلاس كل من سيلفر جيت كابيتال بنك وسيليكون فالي بنك. وعلى إثر ذلك بدأت السلطات الأمريكية إجراءات طارئة يوم 12 مارس لتعزيز الثقة في النظام المصرفي الأمريكي، حيث قررت مؤسسة التأمين الفيدرالية والحكومة الأمريكية تعويض كافة المودعين على حد سواء، المؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم، إلا أنها شددت على أن قرارها بتعويض المودعين غير المؤمن عليهم هو حالة خاصة ولا ينطبق على الجميع. هذا بخلاف إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانا بشأن إجراءات تعزيز الثقة في النظام المصرفي، أكد فيه أن وزيرة الخزانة ومدير المجلس الاقتصادي الوطني عملا بجد مع المنظمين المصرفيين لمعالجة المشكلات في بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر، وتوصلوا إلى حل سريع يحمي العمال الأمريكيين والشركات الصغيرة ويحافظ على النظام المالي آمنا، ويضمن الحل أيضا عدم تعريض أموال دافعي الضرائب للخطر. وشدد على أنه يمكن للشعب الأمريكي والشركات الأمريكية أن يثقوا في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها. ووسط هذه الأزمة أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا أنه سيضع برنامج إقراض طارئ بموافقة وزارة الخزانة لتوجيه التمويل إلى البنوك المؤهلة والمساعدة في ضمان قدرتها على تلبية احتياجات جميع المودعين، وسيتم دعم برنامج الإقراض الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمبلغ 25 مليار دولار نقدا من وعاء مالي في وزارة الخزانة. وكان لإعلان إفلاس البنوك الثلاث أثار مدوية خلال الساعات والأيام القليلة اللاحقة للإعلان، كاستمرار خسائر أسهم البنوك العالمية. وأصبحت أسواق الأسهم العالمية والدولار الأمريكي تحت الضغط، فقد ارتد سعر الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في 3 أشهر، حيث انخفض مؤشر الدولار من حوالي 106 نقاط إلى حوالي 103 نقاط، بينما خسرت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ما يصل إلى 2% في جلسة، إلا أن أسعار الذهب ارتفعت بوصفه الملاذ الآمن الآن لتصل إلى مستوى 1880 دولارا للأوقية، مسجلة ارتفاعا حوالي 65 دولارا للأوقية منذ أدنى مستوياتها عند حوالي 1815 دولار للأوقية. إذن كما تابعنا في التقرير، فإن القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من أزمة قد تمتد تداعياتها عالميا، في وقت تسعى فيه السلطات الأمريكية إلى تهدئة المخاوف بشأن سلامة النظام المصرفي. طبعا المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يسعدنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو المحلل الاقتصادي الدكتور عصام الطواري. دكتور عصام صبحك الله بالخير. أهلا وسهلا. حياك الله ويانا في العالم هذا الصباح. يمكن قبل شوي بروحك على الهواء قاعد أو تحت الهواء قاعد تقول لنا مو شيطانين حق الناس وإفلاس في بعض البنوك في أمريكا. شنو يعني إفلاس أحد البنوك في أمريكا؟ شكرا على الاستضافة. إفلاس أحد البنوك في أمريكا هذه قصة طبيعية وعادية بالنسبة لهم، يعني من 2001 لليوم تقريبا في 550 بنك أعلن إفلاسه في أمريكا. لكن إفلاس البنك في أمريكا مو معناته أن يعني الأموال تتبخر، إفلاس البنك في أمريكا معناته أن في هناك بنوك أخرى
تستحوذ على هذه البنوك وتستمر العملية. الفلاس بنك في أمريكا كذلك هناك عندهم وكالة تأمين على ودائع على الودائع تحرص على أن أموال المودعين تكون مضمونة، وأي أموال مودعة في أي بنك أمريكي لحد 250 ألف دولار تكون مضمونة بهذا الضمان. في أمريكا ولا في كل؟ في أمريكا. نتكلم عن في أمريكا. نتكلم عن أمريكا. نتكلم عن الكويت نقدر نتكلم عن الكويت. إنزين. لكن في حالة سيليكون فالي بنك لأن حجم المودعين فيه اللي ودائعهم لا تزيد عن 250 ألف كان مجرد 3%. 97% من المودعين كان أكثر من كذي، ولذلك حجم المشكلة كان 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 كبير بشكل غير متوقع. اللي حصل أن تدخلت الحكومة تدخل بحيث أن صار الضمان مثل ما ذكر التقرير لجميع المودعين، مو كما هو مسن قانونا، لسبب بسيط، لأن هناك مخاطر نظامية يسمونها systematic risk، والمخاطر النظامية هي عبارة عن أن لو يحصل خلل أو تعثر أو إفلاس لهذا البنك تأثيره وانعكاسه على البنوك الأخرى على النظام المصرفي راح تكون أكبر بكثير. ولذلك من أجل تهدئة مخاوف المودعين وإعادة الثقة في النظام المصرفي، زين، أعلنت الحكومة الأمريكية ومن خلال FDIC أنهم راح يضمنون جميع الودائع، وهذه قللت من مخاوف الناس. يعني في يوم واحد قبل 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 انهيار البنك كان في هناك يعني سحب من الودائع اكثر من 40 مليار، يعني هذا اكبر سحب في تاريخ المصرفيه العالميه ان يصير هالكثر في سحب 40 مليار. ولذلك كان يعني الموضوع خارج نطاق المعقول او المتوقع. دكتور عصام، يعني حضرتك ذكرت ان انهيار بنك سيليكون فالي يعني كان له تداعيات واثار، الأكيد لابد أن له تداعيات عالمية اللي يعني الأمر اللي خلى الحكومة أنها تتدخل لدعم هذا البنك. شنو التداعيات اللي ممكن تصيب، يعني التداعيات العالمية اللي ممكن تصيب العالم خارج الولايات المتحدة إثر انهيار أحد البنوك الأمريكية؟ طبعا احنا عشان بس نحط يعني نعطي حجم للموضوع، البنك اللي انهار هذا يعتبر تقريبا ترتيب 16 في امريكا، بنك مو يعني بنك ما هو بنك صغير. البنك هذا تقريبا حجمه كبر حجم بنكين من حجم الاصول من بنوك بالكويت، اكبر بنكين، زين، حجم اصول هذا البنك اكبر من كذي. لكن ولذلك من خلال، وهذا البنك بنك متخصص بتمويل الشركات الناشئه، الشركات الصغيره والمتوسطه، يعني من اسمه سيليكون فالي هو المنطقه المشهوره في التقنيات والبرمجيات وغيرها، ولذلك اغلب عملائه هم في هذا الجانب. تداعياته ان زباينه عملاء هم هذه الشركات، فانهيار مثل هذا البنك راح يؤدي الى خسائر لهذه الشركات. انزين، خسائر هذه الشركات معناتها كذلك تاثر على سوق الاسهم، تاثر على سوق الاسهم بالضبط. ولذلك كان في هناك تحرك سريع من قبل FDIC. يعني ربعنا اللي حاليا قاعد يشتغلون بسهم امريكا يوقفون؟ انا هذا السؤال يعني تحت الجسم. انا ما اتعامل في الاسهم، ولذلك لكن انا راح اكون دائما متحفظ في التعامل مع في اسواق الاسهم في مثل هذا، في خصوصا في ظل ارتفاع اسعار الفائده، لان هذه التكاليف الزايده يعني واحده من اسباب تداعيات على الاس في بي، ان هذه الشركات لان زادت اسعار الفائده زادت التكاليف عندها عشان تواجه المتطلبات الرواتب وغيرها ابتدت تسحب من ودائعها. في وبالاضافه الى ان هذا البنك كان عنده تقريبا محفظه سندات اكثر من 80 الى 90 مليار في سندات عاليه الجوده لكن تعطي عائد تقريبا 1-1.5%، لكن اسعار الفائده اللي وصلت تقريبا ل 5%
صار هناك في فارق ما بين العوائد اللي توصل له والدخل اللي يطلع اكثر من اللي يدخل بالضبط. وهذا سبب خلينا يسمون فجوه في ما بين موجودات البنك وما بين التزاماتها. التاثير على السوق في أمريكا البورصة بالتحديد إيش كثر تأثير مثل هذا؟ طبعا إحنا أكثر شيء تأثر في السوق الأمريكي هو الأسهم البنوك لأن القطاع نفسه تعرض إلى هزة كبيرة. ولكن التحرك السريع بواحد ضمان الودائع، اثنين بتدخل الاف دي اي سي بانها اخذت هي صارت هي المصفي للبنك، واعطى يعني زخم وثقه الى القطاع. ولذلك حتى لما نتكلم عن اسعار الفائده كانت على التوير تريجري كانت تقريبا 5%، الحين تقريبا الويكند اللي فات نزلت الى 3.9، وهذا يعطي مؤشر ان اسعار الفائده قد لا تزيد في المستقبل. دكتور بالعوده الى يعني حضرتك ذكرت ان الرئيس الامريكي مثلا والحكومه الامريكيه تدخلت، الرئيس الامريكي بث الاطمئنان وحاول ان يبث تطمينات ان القطاع المصرفي امن، لكن هل تصريحات الرئيس الامريكي اعادت الثقه مره اخرى للقطاع المصرفي وهل كافيه هذه التطمينات؟ شوفي في اي أزمة مالية أهم شيء هو موضوع الثقة، يعني لأن العالم دائما تتعامل مع مخاوفها بشكل يعني سريع. ولذلك لما تتدخل جهات الرقابية، لما تتدخل أعلى سلطة في البلد إلى أنهم يعيدون ويطمئنون المودعين، يطمئنون الأسواق، دائما ينعكس ذلك على يعني. ولذلك لما فتح البنك بعد هذا ما كان في هناك رن على البنك، بالعكس كان في هناك شيء من الهدوء. قلت لنا اللي هو سيليكون فالي يدخل اكثر من عفوا يدخل عليه مبالغ اقل من اللي تطلع منه. نعم. طيب وهذا طبعا بسبب مثل ما ذكرت الفوائد وارتفاعها والى اخره. هني ايش راح يسوي الفدرالي الامريكي؟ هل راح يتم ايقاف هذه الفوائد او تقليلها على اساس انه ايضا إذا هناك في بنوك أخرى ممكن أنها تنتعش مرة أخرى؟ شوف بالنسبة طبعا اللي حصل بعد أزمة كورونا أن كان هناك تعزيز كمي في الاقتصاد، فكانوا يطبعون دولارات حتى ويعطون دعم للأفراد حتى يستمرون في الاستهلاك والبيع والشراء حتى لا توقف هذه الشركات. طبعا كمية السيولة الموجودة في الاقتصاد الأمريكي نتيجة لطباعة أوراق النقدية هذه زين أدت إلى ارتفاع التضخم. زين عشان يسيطرون على التضخم مضطرين أنهم ينتقلون من بيئة فائدة صفرية اللي هي أسعار الفائدة قريبة من 1% أو 0.5% أو 1% ويزيدون أسعار الفائدة حتى يعني واحد لكبح جماح التضخم، اثنين حتى الناس تبتدي تدخر بدل ما انها تصرف. ولذلك هذا التوجه الجديد زين ادى الى كذلك زياده تكلفه التمويل على الشركات، زياده تكلفه التمويل على البنوك، وعليه مثل ما حصل هنا مثل بنك مثل اس بي بي كان يستثمر في اوراق ماليه عاليه الجوده لكن عوائدها منخفضه. في المقابل المودعين اللي عنده زين مضطر نعطيهم اسعار الفائده السائده، ولذلك صار في عندنا الفجوه هذه. ما هي الخطوه القادمه بالنسبه للفدرالي؟ عوده لسؤالك ان احتمالات كبيره ان الفدرالي الامريكي لن يستمر في السياسه رفع اسعار الفائده بنفس القوه، اكيد راح يستمر لكن قد يمكن في عندهم اجتماع قادم الاسبوع القادم اذا ذاكرتي ما تخونني، فاحتمال انه بدل ما يزيد نص يمكن يزيد ربع، وهذا بس اساس راح يكون حذر اكثر عشان حتى لا يزيد وطأة الضغوط على البنوك وعلى الشركات
من خلال زيادة تكلفة التمويل. دكتور عصام، يمكن كانت هناك تحذيرات بريطانية من انهيار النظام التكنولوجي العالمي، خصوصا بعد انهيار بنك سيليكون فالي. لماذا هذه التحذيرات البريطانية؟ التحذيرات هذه طبعا لما يعني الشركات الناشئة، الشركات اللي هي الرائدة في مجال تطوير التكنولوجي، تعتمد كثيرا على التمويل المصرفي، ولذلك مثل بنك اس في بي، يعني مثل هذا البنك، وعليه في حال انعدام الثقة في مثل هذه البنوك وانها ما تحصل تمويل، لان البنك طبعا يعني يعتمد على اموال المودعين واموال المستثمرين، ولذلك اذا انحسرت الثقة من هذا القطاع، ولذلك سوف يتأثر القطاع التكنولوجي، لانه لن يحصل على تمويل، واذا ما حصل تمويل ما راح يكون في هناك ما راح يكون في هناك شركات جديدة يعني. ولذلك لأن هذه الشركات تعتمد بشكل أساسي في البداية على تمويل من خلال إصدار أسهم لمساهمينها، لكن حتى تنمو تحتاج إلى بشكل كبير إلى تمويل مصرفي، وإذا انحسر هذا التمويل المصرفي سوف تتأثر، ولذلك قطاع التكنولوجي قد يعني يتأثر بشكل سلبي، ولذلك هذه التحذيرات. ثمان بنوك محلية أمريكية قالت أنها غير منكشفة على سيليكون فالي. نعم. ما عدا بنك واحد قال أن أنا والله، أو أعلن انكشافه بمليون ومئتين ألف. شنو التداعيات المحتملة حاليا؟ شوف، إحنا القطاع المصرفي عندنا بالكويت هو ثاني أكبر قطاع بعد القطاع النفطي، فهو قطاع مهم. القطاع المصرفي بالكويت محكوم بشكل كبير من خلال الجهات الرقابية المتمثلة في البنك المركزي، اللي يعني يمتلك سياسة حصيفة جدا ومتحفظة، وكذلك هيئة أسواق المال. من الجهات الرقابية دائما كانت دائما حريصة على أن البنوك تكون أموالها وأموال المودعين بمأمن. عودة على سؤالنا اللي كان قبل شوية، جميع الودائع المصرفية في البنوك الكويتية إنزين مضمونة من قبل البنك المركزي، ولذلك هذا يعطي ثقة وأمان لجميع المودعين في الكويت. ولذلك لما حضرتك الحين تجي تقول مدى انكشاف، ما في انكشاف للبنوك الكويتية إلا بمبلغ صغير إنزين اللي ذكرته، لسبب بسيط، أن هذا البنك واحد، اولا قواعد ومتطلبات البنك المركزي من ناحيه التحفظ، ناحيه السبب الثاني ان هذا البنك بنك محلي امريكي، ولذلك تعامل بشكل كبير مع البنوك المحليه، ولذلك ما في انكشاف البنوك الكويتيه على هناك، الا يمكن قد يكون بعض هذه البنوك شاري سندات هذا البنك في بالاسواق العالميه. إذن المحلل الاقتصادي الدكتور عصام الطواري، شكرا جزيلا لانضمامك معنا وعلى هذه المعلومات اللي اطلعنا عليها اليوم معك. أهلا وسهلا بكم، شاكركم على الاستضافة. شكرا جزيلا.